المسؤولين وفي كل مكان هناخد برضو اراء ورشه الانتاج الاعلامي النهارده، وهنشوف رايها عن ورشه الانتاج، هل هي عجبتها واستفادت منها ولا لا. هنتعرف بيها الاول. حابه اتعرف باسمك؟ ساره كتبوت. لا اسمي ايه؟ ساره. ساره. طب يا ساره، النهارده التنظيم كان حلو كويس، وازاي برضو يعني انت استفدتي النهارده من الضيف اللي جالنا وادانا خبره عن الجهاز والكاميرات والكاميرات؟ طبعا بصراحه اليوم من اوله كان حلو قوي، استفدنا وعرفنا خبرات اكتر اكتر، اننا مسكنا الفعاله بشويه وعرفنا نحركها وعرفنا ازاي نصور، واستفدنا كمان ازاي يعني نرفع بين اللقطات. بصراحه كان شكل مدسم يعني